فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأما قال رحمه الله: أما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فأكثر من أن يمكن ذكر عشره. نعم، وذكر أن الأصل الثالث من أصول الإجماع أقوال العلماء. نعم. وذكر ما جاء عن الصحابة، ما جاء عن الأئمة الأربعة، ذكر هذا، ثم قال: أنا ليس غرضي الحصر، حصر ما جاء عن السلف، وإنما الغرض سياق أمثلة من هذا الباب لإثبات القاعدة. نعم. قال: وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين. نعم، يقول: ما ذكرناه من كلام بعضهم يدل على كلام بقيتهم، لأنه ليس الغرض هو الاستقصاء، وإنما الغرض إثبات الأمثلة التي تدل على القاعدة. نعم. ومما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار، أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا، أو لغير ذلك. نعم، هذا ما إعادة لما سبق من أن الغرض تقرير القاعدة في منع التشبه، وأن هذا أمر مجمع عليه عند المسلمين، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، مجمع عليه في الأصل، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، إما لأنه ليس هناك دليل يمنع من هذا الشيء، أو لأن هذا الشيء فيه مصلحة راجحة أو غير ذلك، فهذا لا يخرم القاعدة، وهي إجماعهم على تحريم التشبه بالكفار.